وكمان تعالوا نروح نشوف آخر الأخبار الفنية مع الفنان يوسف عثمان. وبينورني النهاردة الفنان يوسف عثمان اللي بيعيش حالة من التألق بسبب طبعا أعماله واختياراته المتميزة جدا. ازيك يا يوسف؟ أهلا بيك. عامل إيه؟ الحمد لله تمام. يوسف، أنت ابتديت تمثل وأنت صغير جدا. جدا، وبعدين بعد كده الناس بتعمل العكس، ان هم بيحاولوا مثلا يشتهروا من خلال السوشيال ميديا، وبعدين بعد كده بيتجهوا الى التمثيل او اي نوع من الفن اللي بيخلي الناس تبقى مركزه معاهم. أيوة. قوي. انت عملت يوتيوب شانل عن الرياضه، كوره. ايوه، الرياضه فعلا. ورياضه. ايه اللي خلاك تتجه للسكه دي؟ انا خدتها هوايه، انا كنت بحب الكوره جدا من زمان، فتعاملت معاها لانها هوايه، انا مش مستني منها حاجه ومش خسران حاجه، وكنت بلاقي انه انا اللي هو الموضوع واخده على قلبي، فانا عايز اتكلم. فلقيت انه انا عشان بتكلم بطريقه كاجوال شويه، وديه شويه، عادي، ما مش بعمل زي الناس بقى بتوع الاستوديوهات، انا مش كده، اللي هو يا كابتن النهارده برحب بيك اهلا. أيوة. انا مش كده، فلما بتكلم بطريقه فالناس عجبها الطريقه دي، ممكن اهزر على حاجات في النص فعجبها الطريقه دي، فتمام. لقيت الموضوع بيكبر لوحده، يعني هو كبر اكبر ما انا كنت متخيل يعني، بس هو بيظل بالنسبه لي هوايه. حتى لما بيجي لي مثلا شغل محتاج مثلا يعني ضغط تصوير ايام كتير ورا بعض، بقوم راكن الهوايه دي على جنب تماما، لانه مش وقتها، بما انه في وقت لو في مساحه بعمل كده. كمان بتسمح لي بالسفر، يعني انا فاكر من ساعه ما بدات سافرت كاس العالم في روسيا، تخطيطها كانت حلوه جدا، كنت صور كمان فلوجز، مش الماتشات، انما في البلد، انا بتمشى في البلد واصور ثقافه وبتعاملي وبتحتكي وبتهزري، وكمان عشان كاس العالم ففي ناس بقى من كل حته. نفس الكلام لما كاس الامم اتلعبت هنا في 2019، انك بتحتكي برضه بثقافات مختلفه، وثقافات كمان افريقيا اللي احنا مش متعودين قوي ان احنا واخدين عنهم كليشيه او نمط كده، بينما لا، كل بلد بتختلف عن البلد الثانيه في رقصها، في لغتها طبعا، في اللغه اللي بيتكلموها، فكانت حلوه قوي الحاجات دي، فبتفتح حاجات، وانا بستمتع بده كمان، لان انا اللي بصور شغلي وبمنتجه، فخليت اتعلم حاجات كمان انا ما كنتش في دماغي ان انا اتعلمها. دلوقتي بقعد مع مونترين اقول لهم بس والله البريمير ده، طب الفاينل بيرندر في كام ساعه، يعني حاجات كده اللي هو فاهمه، فخلاني اتعلم حاجات جديده يعني. مين الاقرب لك في قلبك؟ لا طبعا التمثيل، لان أكيد. انا في اوقات لما بوقف تمثيل لفتره المراهقه والدراسه دي ورجعت اشتغل تاني، في الاول كانت الناس ما كانتش عارفاني، والناس ما كانتش متقبله، لان انت ابتديت صغير جدا، فطبعا شكلك اتغير على مدار السنين يعني. وانا كان عندي خوف انه هو اصلا كنت بتعامل مع نفسي ازاي، ان انا ببتدي من الاول تاني، انا مش اللي فات ده، الولد ده ممثل وانا ممثل، لان الولد الصغير برضو كيوت ولطيف وعنده قبول، يعني مش هتستني منه تمثيل على قد ما هتستني منه قبول، لكن انا لو مش بمثل كويس انا مش هشتغل، هقعد في البيت، فانا لازم اتعلم ولازم اخد ورش ولازم اشتغل على نفسي، وانا اهو انا عملت حاجات في السنين اللي فاتت اول ما بدات تاني ما مش راضي عنها دلوقتي خالص، بس انا اللي اقدر اقوله ان انا ما بخلتش باي مجهود ساعتها، بس انا لما برجع ابص على مستوايا ساعتها وطريقه شغلي ساعتها، فكان لازم ان انا اشتغل على نفسي، وكان لازم ان انا اتطور. ده بيحصل في اي مجال، ولسه يعني طبعا هنفضل نتعلم طول الوقت. بالظبط. فبس جه وقت كان بالنسبه لي الهوايه دي هي اللي بتكبر لوحدها، وانا مش عارف ايه ده، في ايه، فتمام انا مكمل فيها، والناس طب يلا. فكنت اللي هو لو انا كنت ساعتها شايفها شغل كنت رحت ناحيتها، لكن انا قدامها بالنسبه لي هي مش بلان بي، بس هي الحاجه اللي بعملها لما بكون مبسوط، لما بكون فاضي، لما بكون عايز اعمل حاجه ببسط وانا بعملها كده. الافلام بتكون اصعب ولا اسهل من المسلسلات في التصوير؟ بصي، هو من بعد الديجيتال، يعني من اول 2011 في مصر، 2010 2011 بعد الديجيتال، وبقى الاتنين زي بعض، بس قبل كده انا حضرت، انا اشتغلت بقى الحاجات القديمه اللي هي عربيه الوحده وثلاث كاميرات والحبايب الكاميرا بتتحرك كده، حضرت انا الفتره دي، كان المشاهد بتتصور كده، كان الموضوع يعني مشاهد اسهل. المسلسلات كانت سهله جدا، يعني لو حد مثلا غلط في جمله بيشتغل الجمله اللي قبلها كيو بلاي باك ونمايم معاها ونكمل المشهد، بتتسجل على شرايط. دلوقتي بتعيد المشهد كله من الاول؟ مش دلوقتي بنعيد، احنا بنصور بكاميرا واحده، هي دي بقى الفكره، ممكن كاميرتين بس، بقى نفس ستايل السينما كاميرا واحده. كل مخرجين السينما دلوقتي بقى يعملوا حاجات مسلسلات، سواء بقى 10 حلقات 7 حلقات او 30 حلقه، فبقى نفس الستايل بتاع انا هاخد ده وان شوت، طب في حركه في كلام كده وان شوت، فده مخلي كانك هوا يعني. ايه؟ كانك هوا. كاني هوا، ومش كاني هوا، كان ان خلاص احنا كله السينما بقت زي هي، ما بقاش حتى دراما، يقول لك كان زمان بيقولوا فيديو السينما ولا في، لا ما بقى المسلسلات بتتصور هي السينما، هو مجرد فيلم طويل،
دلوقتي في مسلسلات كل حلقه ساعه اكنها فيلم حدوته لوحدها. تحب انهي اكتر، المسلسلات ولا الافلام؟ لا السينما طبعا. السينما، السينما طبعا، السينما سواء كمتفرج او كممثل السينما طبعا. المسلسلات ساعات بيبقى بسبب ظروف العرض، طبعا انا مبسوط بالمنصات دلوقتي طبعا لانها سهلت وشجعت افكار جديده وشجعت فكره ان يبقى فيه خمس حلقات فالموضوع الحدوته شده نفسها او كده، لكن ساعات ال 30 حلقه ويبقى الموضوع مش مستحمل 30 حلقه فتلاقي ان في الحلقات في بعد كده حاجات فيها مط، فيها تكرار، واللي بيتفرج بيزهق من ده اصلا. طيب بالنسبه لفيلم ريتسا احكي لي عن دورك فيه وكواليس الفيلم. ريتسا هي كانت تجربه حلوه لان هو ده رابع فيلم اشتغله مع استاذ محمود حميده بعد بحب السيما فوتوكوبي ومن ظهر الراجل، والكمان الاحلى انه انا استاذ حميده بنعمل نفس الدور، انا في مرحله الخمسينات وهو صغير وهو طبعا في الحاضر، فمفروض شخصيه حداد قبطان بحري في الخمسينات، والشغل معاه حلو جدا. ومعرفش ليه الفيلم ده في حاجه اتكسرت كده، يعني كان دايما انا هو الناس كلها بتتعامل معاه بيبقى هو عنده الاتيتيود ده اللي هو، لكن معايا لا، معايا مسامح لي ان انا اتعامل معاه، لكن برضو كان دايما في انا بتعامل معاه انه حتى برضو طبعا اكيد بديله هيبته يعني أكيد. لكن في الفيلم ده عشان احنا نفس الشخصيه في حاجه كتير قوي بنعملها هي هي وبنظبطها وبتاع، فاول مره كنت انا بقى بهزر معاه اكنه واحد صاحبي يعني اكنه، وهو كان قابل ده ويهزر وينكشني هو كمان وكده، فدي كانت كواليس حلوه قوي. الشغل شو معظم شغلي كان مع عائشه بن احمد، وعائشه شاطره جدا، وعندنا كده سيكونس رقص في الفيلم هي اتعلمت اسرع مني بكتير يعني، بس برضو الكواليس معاها كانت حلوه جدا كمان. والستايل ده سكه ان انا كمان الكاركتر في الخمسينات باللبس بطريقه الاداء بالشكل قبطان بحار، ف هو فيلم رومانسي كده، في معنا طبعا احمد فشاوي اخراج استاذ احمد يسري وتاليف معتز فتيحه، فشاوي امير المصري، مريم الخشت، مي غيتي، فلا معانا كاست حلو، ومفروض الفيلم ان شاء الله يعني داخل مهرجانات الفتره الجايه مفروض يعني شاء الله. ان شاء الله، ومستني التجربه دي يعني مستني. ربنا بتكلم ايطالي كمان كام كلمه ايطالي بجد؟ في الفيلم كده. طب ثانيه واحده، بتتعلم بقى الحاجات دي لا على جنب ولا بتحاول تقراها؟ انا تخيلت على الموضوع لان هو الدراما تسمح انه، انا مش عايز احرق قوي بس الدراما تسمح ان هو يكون شخصيه حداد دي بيتعلم لسه ايطالي في الاول يعني عايز يعرف له كام كلمه، فتعلمت كام كلمه عشان بقولهم في حاجه اللي هو المفروض ان هو الركيك في الايطالي لسه، ففي بينوفينوتو يعني دي ويلكم، في طبعا بونجورنو تشاو دي تمام، والارقام نسيها دلوقتي. طب قول لنا اي حاجه. تشينكوي، تشينكوي دي كانت خمسه، كواترو اربعه، تري دوي، واونو تقريبا واحد تقريبا، فا يعني كده فاهم اللي هو، بس ده يسمح في الدراما يعني. اوكي طيب انت شاركت في اكتر من مسلسل قصير صح؟ طيب وادي الجن، وادي الجن ايه احكي لنا عن تجربتك في مشاركه المسلسل. حلاوه وادي الجن ان الواحد بيصور مع كروما يعني نص المشاهد مع كروما، مع حاجات انت مش شايفاها، مع ده صعب قوي، كائنات بتتحرك. بصي دي اكتر حاجه شدتني للمسلسل ده لان انا كنت بشوف الحاجات دي بره، بشوف الميكنج بتاعها بره، اقول يا انا عايز اشتغل حاجه كده، بس كنت متخيل ان يلا نعملها هنا. كمان الحدوته تسمح انه العالم كله كده، انا اكتر من نص المشاهد على الكروما مع حاجات انت مش شايفاها، فتلاقي زي الرقصه تلاقي حد يجي يقول لك بصي هيجي هنا هينط من هنا ويطلع وبتاع، وانت تعاملي معاه انا بخاف من حاجه انا مش شايفها، وكان في مغامره يعني بيبقى صعب قوي في التمثيل ان انت مش عايش المود اللي حواليك. انت شايفه انت بتمثلي مع ايه؟ بس عشان نشرح الجمهور، الكروما هي عباره عن الشاشه الخضراء، الشاشه الخضراء متركب عليها جرافيكس انه في كذا، فالفكره في انه انت مش مفيش ممثل قدامي اخد منه رعب، حتى حد لابس حتى حاجه بيخوفني، دي حاجه. والحاجه الثانيه الحدوته مغامره، الاربع شباب اللي بيخشوا الكهف وبيروحوا عالم وادي الجن ده كان في بهدله كبيره جدا، صورنا في الصحراء وفي الغابه وتحت الميه وبهدله بهدله بهدله يعني، بس حلاوه الدور ده ان هو كان ستاند اب كوميديان، فالدور صرف يعني كوميدي صرف يسمح ان هو بيبقى بيتريق الساركازم ده انه يتريق على كل حاجه لانه مش مستوعب هو ايه اللي احنا دخلنا فيه ده، فانا كان عاجبني ده قوي لان انا او انا بحب الكوميدي وبحب عملت ادوار لايت كوميدي كتيره، بس الكوميدي الصرف انه الشخصيه تسمح بده، كنت مع استاذ حسام الجوهري المخرج ان انا عايز مساحه للارتجال، انا ارتجلت مثلا حوالي 60 70% من 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 حواري الحوار. والحمد لله الناس اللي شافت الحاجات اللي انا كمان هي دي اللي ارتجلتها الحمد لله. كمان في كنت بجرب في اللوكيشن لان رحت مش عايز اكبر الموضوع، بس رحت درست الكوميديا انه فكره البانش لاين او الافيه اللي في الاخر ده ازاي يبقى معبر، يبقى في وصف، يبقى في حاجه عشوائيه، ساعات الصمت هو ده الافيه، ساعات الجابه اللي ما بين الكلام هو ده الافيه، ساعات الحركه بيجوا ده الافيه،
فكنت بجرب في اللوكيشن على ممثلين اللي معايا وعلى مساعدين الاخراج ضحكوا ما ضحكوش طب ابدلها بحاجه تانية طب اعمل مش عارف ايه طب مثلا المخرج يقول لي لا اللي في ده لا في ايه تاني تقول اقول له كذا جربت حاجات كتير مختلفه لا 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 انا الحقيقي من احلى على قد ما في بهدله رهيبه رهيبه بجد بس من احلى الكواليس كمان يعني طيب السوشيال ميديا اثرت عليك ازاي ايجابي وسلبي بصي خلي طبعا خلينا نقول العادي انه ده الحقيقه انه الايجابي اكيد اي حد وبذات الممثلين احد يقول لك والله كلنا عندنا حته الانا دي بس قد ايه انا عندي الانا دي بس الانا امتى ابقى مبسوط بيها وامتى اواجهها لما مثلا الاقي انا عامل دور حلو فالناس بتقول لي الله حلو لما بقعد معاكي فتقولي لي جه رد فعل فيدباك حلو اقول لك شكرا احس ان انا عملت حاجه انا تمام انا مش هتكسف ان انا اقول كده لكن في انا مع الناس حد جاي يتصور معايا حد يقول لي جاي حاجه جاي انا بشوف ده بس اي كلام حلو اكيد الواحد بيكون مبسوط منه مبسوط الكلام الوحش وكل واحد يقول لك لا الحمد لله ما فيش او في بس انا بيبقى في اكيد زي ما حد بيحب حد هيكره او حد مش هيعجبه على الاقل فانا متفهم ان الناس على السوشيال ميديا بيسموهم بره يقول لك كيبورد ووريرز يعني محاربين الكيبورد اللي هو هيقول الكلمه وهيطلع يجري هتجيبيه منين يعني هتعملي له بلوك هتردي عليه هتمسحي الكومنت هتجيبي له هتجيبيه منين طيب اخر سؤال ايه رايك في الانترفيو على القناه الاولى والتلفزيون المصري هو ده حلو جدا لان انا فاكر ده من زمان يعني وانا طفل صغير كده انا فاكر ده من زمان كنت بستنى البرامج وبستنى الحاجات دي فان يحصل لها الري انوفيشن ده او التجديد ده او الكامباك دي ده حلو جدا يعني انا لما قابلتكم النهارده انا ايه ده حلو ده ف عشان دي حاجه مصريه يعني في الاخر افترول او في نهايه العالم يعني في نهايه اليوم انه احنا عايزين الحاجة المصرية اللي تمثلنا فتبقى ليه الأولوية على الأقل من ضمن الحاجات اللي ظاهرة لأن في الآخر كله بيروح للحاجات ده فلان دول كذا لكن لما في الآخر القناة الأولى فده حاجة يعني أكيد أي حد كان هو طفل صغير بيمثل أو بيغني أو مذيع أو كده بالنسبة له أول حاجة شافها كانت القناة الأولى والقناة الثانية والثالثة والبرامج في رمضان لما كانت بتتعرض فتقلب من الأولى للثانية للثالثة قبل الفضائيات وقبل الحاجات طبعا. دي فأنا كبير بس أنا فاكر الحاجات دي أنا 27 سنة فحضرت طبعا مش كبير خالص لا والله حضرت الحاجات دي فبالعكس يا ريت كمان في كل على مدار السنة كمان فطبعا حلو أكيد يعني مرسي يا يوسف انبسطت قوي من الانترفيو معاك شكرا ليك أنا والله انبسطت جدا شفتك النهارده